واضح من احد هؤلاء، انت كنت في المكان؟ بالقرب من المكان، صحيح، بيت ابن عمي. طيب ايش اللي صار معك وايش اللي جرى وبالضبط يعني بيت مين انقصف، عدد المنازل اللي انقصفت هناك وتهدمت وقديش في ناس في تحت الانقاض؟ في البداية الحمد لله رب العالمين على كل شيء، كنا قاعدين في البيت فتفاجأنا بقصف كثيف، ثلاث صواريخ من طيران الاف 16 دون تحذير، فتم هجعة في البيت ونزلنا نجري في الشارع يعني، فلقينا بيت ابن عمي مقصوف كله، أربع طوابق مقصوف. العصر كانوا عنده خواته، كلهم موجودين عنده خواته وأولادهم، يعني أخته مها وأولادها كلهم استشهدوا، مها الحديدي متزوجة مع ضر الحديدي، ابن عمي علاء أبو جعفر أولاده كلهم استشهدوا، جوز زوجته لحتى الآن سبع شهداء جبنا، وفي أسامة ابن أخته هي طلعوا على العناية، والطفل اللي شفتوها توه هي اللي ناجي، ومرية طلعناها على الحريم، على قسم الحريم، يعني اثنين اطفال، طفل شهرين وطفله سنتين، هم الناجين من العماره من البيت، حسبي الله ونعم الوكيل. ايش نقول؟ مجزره زي كل المجازر اللي بيعملها الاحتلال الاسرائيلي. هذا ذنب الاطفال، هذا ذنب شعبنا، بس والله العظيم حقنا ما يروح. ضايل حدا تحت الانقاض طول ما محمد الضيف موجود وعلى وجه الارض، ما حد شهيد يروح. ضايل حدا تحت الانقاض ممكن بقول لك 18 نفر في الدار، جبنا تسعه، سبعه شهداء واثنين عايشين، طفل عمر شهرين عايش، والطفله ماريا بنت ابن عمي عمرها سنتين هي في قسم الحريم، يعني تسعه انفار، يعني لسه ضايل تسعه انفار، جبنا تسعه، سبعه ميتين واثنين عايشين، وضايل تسعه تحت الانقاض. معروف انه مخيم الشاطئ مكتظ، المنازل اللي حواليك وكيف كوضعها؟ كله تضرر، المنطقه كلها تضررت، في اصابات من الجيران، في اصابات، هاي الاستقبال، تفضل شوف، استقبال مليان اصابات. الساعه كانت واحده في الليل، كل الناس نايمه. قصف بدون تحذير، بدون اي شيء، تم تدمير المنزل مكون من اربع طوابق، حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا والحمد لله على سلامتكم، ان شاء الله بتطمنوا على الناس.